أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا البيان الصادر من الهيئة العليا لثبوت الرؤية الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تثبت شرعا رؤية الهلال مساء هذا اليوم، وسيكون غدا الاثنين مكملا للثلاثين من رمضان، وسيكون يوم الثلاثاء غرة شهر شوال وأي أول أيام عيد الفطر المبارك لسنة 1416 هجرية الموافق 20 من شهر شباط سنة 1996 ميلادية.